شكرا لكافة المجهودات، يعطيكم الصحة. شكرا للسيدة يسر الجويني الباحثة في الحقوق الرقمية، السي هيثم بن زيد منسق البرامج في منظمة البوصلة التونسية، وطبعا الأستاذ والسيد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس. مرحبا بكم تقريبا في إحدى ولا يمكن في آخر سيشن في براد النت، وختامها مسك مع مشروع بطاقة تعريف البيومترية في تونس، اللي ما شاء الله أعتقد أنه بكل تواضع هو في نفس عمره أكثر من عمر من براد النت، لأنه من سنة 2015 وهذا المشروع يتم كل مرة إعادة طرحه مرة أولى وثانية وثالثة، والحمد لله كل مرة سواء المجتمع المدني سواء النشطاء ولا الهيئة لحماية المعطيات الشخصية كنا ديما سد منيع ضد القانون هذا اللي شفناه كما مثل ما يعني عنوان الجلسة النقاش متاعنا، فيه تهديد الحق في الخصوصية ولحماية المعطيات الشخصية، وإن شاء الله من خلال هذا ومن خلال يعني براد النت نمكنوا أشقانا في المنطقة العربية وحتى خارج منطقتنا باش نعرفوا علاش لماذا كنا صد منيع لهذا القانون، ويعني علاش لماذا كل مرة نطالب وزارة الداخلية بخلاف يعني مبدأ التشاركية إلى آخره بسحب المشروع اللي تقترحه الوزارة. لحد الآن نجحنا ونتمنى نوصلوا في هذا النجاح على الأقل إذا كان مش يصير طحين لقوانين الحالة المدنية في تونس يكونوا في إطار احترام حقوق الإنسان والحقوق الرقمية. طبعا نحب نشكركم مرة أخرى، ونحب نبدأ بصفتي مجتمع مدني نبدأ بصديقي في المجتمع المدني هيثم. كان ممكن هيثم نعرف أنه بخلاف أكسسنا والبوصلة في تونس خدمت كثير على مشروع بطاقة تعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، كان ممكن تعطينا بسطة تاريخية على المشروع القانون هذا ومسودة القانون هذا، وتلخص لنا في دقيقتين ثلاثة المسلسل اللي دام السنوات اللي نتمناه أنه تكون النهاية متاعه تكون سعيدة في صالحنا كنشطاء ومدافعين عن الحقوق الرقمية. تفضل هيثم والميكرو متاعك إن شاء الله يمشي عادة. أول حاجة يعطيك الصحة الشريف ولكل منظمين للنقاش هذايا على الدعوة، تحية بالطبيعة لسي شوقي ومدام يسر. منظمة بوصلة تابعت في مجلس النواب باعتبار العمل متاعها متاع العمل الرقابي في داخل المجلس المسار اللي مر به قانون البطاقة التعريف البيومترية، هو مسار كان شاق، معناها صارت مجموعة من الجلسات داخل اللجنة المسؤولة والمكلفة بنقاش هذا المشروع، مر بعديد المراحل من 2016 إلى حتى بعد 25 جويلية وفتح أو حل البرلمان التونسي. المراحل الأولى اللي كان موجود فيها القانون كانت بين أخذ ورد، باعتبار أنه المجتمع المدني وهيئة حماية المعطيات الشخصية كان عندهم آراء مختلفة على المشروع اللي تقدم من وزارة الداخلية فيما يتعلق طبعا في عدم تحويل هذا القانون من حاجة موجودة إدارية تسهل حياة المواطنين، وهي إنشاء أو وضع على ذمة المواطن بطاقة تعريف البيومترية التي تخفف من الإجراءات الإدارية لدى المواطنين، ومن ناحية ثانية هو عدم استغلال هذا القانون ليتحول إلى أداة تستعملها القوى الأمنية أو غيرها في الحد من حرية المواطنين وخاصة الاعتداء على معطياتهم الشخصية. المسار هذا استمر إلى حدود حل مجلس النواب الشعب، لكن قبل حل مجلس النواب الشعب نتصور سي شوقي زادة كان حاضر في مجموعة من جلسات الاستماع، كان فما تقدم على المشروع خاصة فيما يتعلق النقاط المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية من الطريقة التقنية لقراءة بطاقات التعريف البيومترية اللي كانت في البداية غير مفهومة، يمكن أن تتحول بشكل أو بآخر لأداة تجسس على المواطنين عبر بطاقة التعريف البيومترية، وأيضا في المستوى الثاني اللي هو كان موطن الاختلاف الأساسي اللي هو إنشاء قاعدة البيانات البيومترية اللي ما فماش ضمانات
كبيرة في أنها تكون يعني فقط معطى تقني كما أرادت وزارة الداخلية آنذاك الترويج إليه، وأنه الحاجة هذه لقاعدة البيانات البيومترية كان فقط تقني، في حين أنه تصورنا إحنا في الوقت ذاك قلنا أنه سيمثل تهديد كبير على المعطيات الشخصية. نجم نرجع بعد الأكثر تفاصيل بعد 25 جويلية وإجراءات الاستثنائية وتفعيلها من رئيس الجمهورية. وزارة الداخلية في بداية سنة 2022 قامت بخطوة بكل صراحة ما كانت منتظرة من جانب المجتمع المدني، لكن كانت بطريقة مختلفة عندما أعلنت فجأة على صفحة الفيسبوك لوزارة الداخلية عن العودة لقانون بطاقة التعريف البيومترية، لكن بشكل أقبح وأكثر خطورة مما كان عليه الأمر بعد النقاشات اللي حصلت في داخل البرلمان. الحقيقة احنا كمنظمة توجهتنا الدعوة وقتها من وزارة الداخلية، احنا قمنا بزيارة لسي شوقي في هيئة حماية المعطيات الشخصية وتناقشنا في موضوع خذينا رأيه، باعتبار احنا نعتبره انه الهيئة هذه عندها دور كبير في النقاش اللي صار حول القانون هذا، لكن ايضا في ابداء رأيها في القوانين المتعلقة هو اللي ممكن تمس من حماية المعطيات الشخصية. وخرجنا وقتها وثيقة نعطينا فيها رأينا الأولي بعد ما اطلعنا على جملة من النقاط الموجودة في القانون. الدعوة الغريب في الأمر وقتها أنه وزارة الداخلية لم ترد أن تقدم النسخة من هذا القانون الجديد ما بعد 25 جويلية، لكن أيضا في حلقة النقاش أو في الورشة اللي قدمت فيها وزارة الداخلية هذا القانون لم تستدعي للأسف وقتها حتى رئيس الهيئة، وهي كانت محل استغراب كبير بالنسبة لنا احنا باعتبار انه الهيئة يجب ان تقدم رأيها في هذا القانون. وحاولنا احنا وشركائنا واصدقائنا في اكسس ناو توجه بمطالب مباشرة للمتداخلين من وزارة الداخلية وغيرهم الحصول على النسخة هذه، لم تقدم، لكن في تقديمهم يعني اللي حكاوا لنا عليه بطريقة شفوية أكدوا لنا كل مخاوفنا فيما يتعلق بأنهم عادوا إلى النسخة الأولى أو ما قبلها في علاقة بهذا القانون، والتي ستمثل طبعا تهديدا حقيقيا على مستوى قراءة بطاقة التعريف البيومترية عن بعد، وهو ما يمثل خطر على المواطنين باعتبار أنه أي شخص حامل لجهاز قادر أن يتعرف على الأشخاص دون أن يطلب منهم هويتهم، والثاني هو الإنجاز هذايا المرور لإنجاز قاعدة البيانات البيومترية واللي هو كذلك سيمثل تهديد كبير للمعطيات الشخصية بتاع المواطنين. هذا تقريبا آخر المستجدات المتعلقة بالقانون، بعدها طبعا توقف النقاش حوله، لكن لا نعرف إلى غاية هذه اللحظة متى سيعود إلى النقاش مجددا. في هذا الإطار نذكر مليح هيثم، نذكر ذلك البيان الشهير اللي أصدرناه برفقة منظمة أكسس ناو وعدة منظمات وطنية ودولية في تونس، اللي تقريبا تشاركنا فيه وعلى أثره وزارة الداخلية قررت أنها تنظم، وهذا قاله لنا حتى يعني ممثلي وزارة الداخلية أنه استدعاه كل من أمضى على ذلك البيان الشهير اللي فيه حتى الاتحاد العام التونسي للشغل. لكن فوجئنا حتى بتواصلنا مع سي شوقي أنه الهيئة حماية المعطيات الشخصية ما تلقاتش حتى استدعاء للحضور كمراقب أو ملاحظ لتلك ورشة العمل اللي من بعد للأسف وزارة الداخلية قدمها على أنها هذيك هي التشاركية في مثل هذه التشريعات الهامة إلى آخره. ومن هذا الإطار خلينا نمشي لسي شوقي. سي شوقي، كيف يمكن أن نفسر خاصة يمكن الأخوتنا العرب أنه في تونس عندنا هيئة تابعة الدولة أو يعني هيئة من هيئات الدولة، لكن في نفس الوقت تعارض توجهات وزارة سيادية في الدولة، وكان ممكن تفسرنا لماذا عارضتم هذا المشروع القانون أو مشروع المرسوم، لأنه الآن البلاد تدرب بالمراسيم، وما هي حسب رأيكم وحسب تقييمكم القانوني أبرز المخاطر اللي ممكن ينجر عليها تطبيق أو إنجاز مثل هكذا مشروع اللي حسب ما فهمنا الوزارة رجعت للمرسوم القديم، هذا حسب ما يقال وحسب ممكن الإشاعات أو الأخبار. إن شاء الله ما تيحوش تعطيت الفصل المرسوم 54 على كل حال.
شكرا على الاستضافة، مسرور برشا باش نكون معكم. السؤال الأول اللي ظهر لي يطول فيه الحديث، أنا أقول هي مسألة تقنية، مش تقنية من فلسفية شوية، هي في هياكل الدولة هنالك الهياكل الحكومية ما فيش حتى شك، لكن من جهة أخرى الديمقراطيات ترسي هيئات مستقلة اللي هي تعمل كسلطة مضادة، يعني أنها حتى كان هي في وسط الدولة لكن ما هيش تمشي في الاتجاه اللي تمشي فيه الحكومة ويكون عندها وجهة نظر أخرى، كما نجم نقربوا ذلك من الإعلام أو من مؤسسات المجتمع المدني. هو في نفس الطريقة، أنا بكري أنت قلت هيثم المجتمع المدني وأزحتني أنا جملة واحدة، لكل حل لازمني نفكر لي أنا جاي من المجتمع المدني ويظهر لي ذاك علاش عنا تقارب في طريقة التفكير ووجهات النظر. على كل حال الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ما فيش حتى شك هي هيكليا في رئاسة الحكومة، لكن ما في فيما يخص العمل متاعها وآرائها وأخذ قراراتها هي سلطة مستقلة، هي هيئة مستقلة. احنا ما عندنا حتى لا أوامر جاية من السلطة الحكومية ولا توجيهات نتبعوها، وديما أنا نعطي المثال على ذلك والإثبات على ذلك هو معارضتنا منذ 2015 لمشروع بطاقة التعريف البيومترية اللي خلى أنه حتى الإعلام عادة ما يفهمش بالكدا المسائل هذه، وقال في عديد المرات وكتب في عديد المرات أنه الهيئة ضد مشروع بطاقة التعريف البيومترية، لأن احنا مانيش ضد البطاقة ما فيش حتى شك، نحن نقولوا أنه مخجل أنه تونس في سنة 2022 ما عندهاش بطاقة تعريف بيومترية، نجم نتعارضوا في هذايا ولا من ما عندناش تفاهم فيه، لكن أنا أعتقد أنه في مجتمع مرقمن بطاقة التعريف بيومترية ما عادش لها حتى حل آخر إلا إرسائها، لكن باحترام القواعد اللي تحمي الحقوق والحريات. يظهر لي أنه في العالم اليوم قعدت كان تونس اللي ما عندهاش بطاقة تعريف بيومترية، وفي جهتنا نحن الكل في الوطن العربي وفي إفريقيا بصفة عامة كلهم دول عندهم بطاقة تعريف بيومترية، أوروبا زادة كيف نفس الشيء. يظهر لي إذن هو تمشي مش مفروض علينا، لكن على كل حال يظهر لي ما عندناش ليه خيار آخر. لكن أنا ديما أقول كان تسمح شريف في ساعة التذكير شنية الإشكالية اللي كانت مطروحة، مانيش نتحدث عن الإشكاليات القديمة، لأن يعني نحن وقت دخلنا في 2015 و2016 في مناقشة مع وزارة الداخلية في هذا المشروع، اللي نذكر اللي هو وزارة الداخلية كان تنوي تركيز بطاقة التعريف البيومترية عن طريق أمر مش قانون، ونحن الهيئة اللي عارضنا هذا وقت كان حد مو سمع بها المسألة هذه، لأنه جات ما بين يدينا النسخة الأولية لهذا المشروع واستغربنا كيفاش يكون امر. وانا بيدي اتصلت بوزير الداخليه وقتها سيد القاضي الفاضل اللي كان وقتها هو على راس الوزاره، وهو اللي قال لهم مش معقول انه الحقوق والحريات تدار باوامر وذاك علاش ولا قانون، وترما كان قعد امر مشروع امر راهو تعدى وما نجمش حتى نناقشوه جمله. على كل حال الفلسفه العامه فيما يخص المساله هذه كما قلت كانت عديد المسائل المطروحه، من بينها داير ما عادش نتحدثوا عليها اليوم لانها تم تكريسها في وسط مشروع القانون، هو حق الشخص في النفاذ الى معطياته الشخصيه المخزنه في الشريحه، لانه المشروع الاصلاني الاولي كان يقول انه كل شخص يحاول الاطلاع على المعطيات المشفره اللي موجوده في البطاقه يعاقب بخمس سنوات سجن، ونحن قلنا هذا مش معقول، ما بين الاشخاص اللي تحب تطلع هو الشخص نفسه صاحب البطاقه، إذن له الحق حسب القانون العام المتعلق بحماية المعطيات الشخصية أنه يكون عنده إمكانية التمتع بحقه في النفاذ لهذه المعطيات الشخصية اللي تهمه، وبهذه الطريقة في المشروع اللي توا موجود ولا الشخص عند تسليم البطاقة للشخص المعني يتم مع تسليمه الوسائل التقنية ولكل حال للتعرف على وهويته على استعماله للبطاقة النفاذ إلى المعطيات المخزنة في البطاقة. قاعدة الإشكالية الأساسية أنا نقول، لأنه حتى فيما يخص طبيعة الشريحة يظهر لي فما ولا بعض ما نقولش التوافق على كل حال، أما أنه اليوم في التقنيات المستعملة على المستوى التقني تجاوزنا شوية الشرائح التلامسية ومشينا حتى تو كنا ناخذ الأمثلة في أوروبا مثلا الشرائح ولات غير تلامسية، لكن في الأصل
الإشكالية تقعد مطروحة، ونحن قلنا يجب حماية الأشخاص وحرية التنقل متاعهم، مش ما نجموش نتابعهم في كل بقعة. لذلك ولات فما إشكالية أنه لازم النص يتحدث على طبيعة الشريحة الغير تلامسية، لأن نعرف فما زوز أنواع، فما الشريحة اللي نسميها الريفيدي، وفما الشريحة اللي نسميها نسيت الاسم تاعها التقني توا، لكن NFC. دونك الشريحة الثانية هي شريحة تعطي أكثر ضمانات للشخص، لأنه لا يمكن الاطلاع على محتوى الشريحة حتى إن كان عنا إمكانية الاتصال مع الشريحة هذه إلا بترخيص من طرف الشخص اللي يكون عنده كلمة عبور. وهذا التمشي اللي ماشي فيه المغرب داير في بطاقة التعريف البيومترية الجديدة، وهذا اللي موجود في عديد الدول الأخرى. دونك المسألة هذه أنا نقول ولات ثانوية شوية. قاعدة الإشكال الأساسي واللي هو نجم يستغربوا منه مستمعينا وللحاضرين واللي هما من العالم العربي بصفة عامة، لأنه في كل هذه الدول هنالك بطاقة تعريف بيومترية، وهذه بطاقة تعريف بيومترية تسمح إلى الدولة عندما تسلم البطاقة بالمحافظة عندها هي في قاعدة بيانات مركزية للمعطيات البيومترية للأشخاص. وهذا هو فين المسألة الخطيرة التي يجب أن نتحاور معها حولها. شنو هو المسألة هذه؟ نحن عندنا مبدأ عام بطريقة بصفة عامة، نحن نقول لا يمكن أن نرسي حدود لحرية وحقوق الأشخاص إلا إذا كان ذلك فيه ضرورة، لكن ثانيا بالتناسب. إذن فما زوز مبادئ أساسية يجب احترامها، الضرورة والتناسب. الضرورة أنا يظهر لي ما فيش حتى شك أنه بطاقة تعريف بيومترية ومعالجة المعطيات البيومترية عن طريق البطاقة يكون شيء ضروري، لأنه اليوم نعرفوا انتحال الصفة ومعتها صناعة بطاقات مزيفة اللي هي ما تسمحش بالتعرف بكل معناها نجاعة على هوية الأشخاص، وخاصة تسمح هذه البطاقات الكلاسيكية الورقية العادية الغير ذكية أو كلكو سورت نجمو نسميه هكا، هي ما تسمحش بمنع انتحال الصفة وانتحال الهوية بتاع الأشخاص. لكن وقت نمشيه للتناسب اللي هو المبدأ الثاني، لازمنا نفسروا علاش نعملوا بطاقة فيها معطيات بيومترية. هي مش وقت نبدأ معتها هنالك شخص ويعطيني البطاقة متاعه، فما منظومة تسمح لي بقراءة المعطيات اللي موجودة في وسط الشريحة المعطيات البيومترية، والتحقق حينيا من أن المعطيات البدنية للشخص هي مطابقة لهذه المعطيات. هذا يخلي أنه ما عادش في حتى إمكانية بالطريقة هذه في انتحال الصفة أو الهوية للأشخاص. إذن التساؤل إذا البطاقة مع الشريحة مع المعطيات البيومترية المخزنة بها تفي بالغرض وتوصلنا للغاية، لماذا تحس روحها الحكومات ملزمة بأنها تترك وتخزن هذه المعطيات في قاعدة بيانات عامة وجامعة لكل المواطنين؟ وهذا اللي عرضناه، وهذا اللي إلى حد اليوم بعد نجاحنا في أن قينا حل توافقي في 2020، اليوم عاودنا رجعنا في 2022 إلى الحل الأولي أو المشروع الأولي، وهذا حسب رأيي أنا غير مقبول. قلتها سي شريف ونعاودها، أنا يظهر لي وزارة الداخلية وقلتها داير للعموم دونك مانيش نخبي فيها، يظهر لي استناو أنه الهيئة أو شوقي قداس ما عادش يكون موجود في الهيئة باش نجم يمروا بالطريقة هذه، لكن ما يعرفوش أنه فما المجتمع المدني مش يخليهم يعديوها بالطريقة هذه. إذن أنا يظهر لي لا مجال، هذه هي الكلمة اللي نجم نقولها، لا مجال لتكوين قاعدة بيانات بيومترية للمواطنين. وهذا داير مسألة مبدئية، وهذه هي اللي نلقوها مثلا في الفضاء الأوروبي. لا يسمح الفضاء الأوروبي بأنه يكون هنالك قاعدة بيانات عامة لكل المواطنين. يعني ناخذ اللائحة العامة عدد متاع سنة 2019 عدد 1157 دونك 1157 للاتحاد الأوروبي، اللائحة العامة اللي تخص بطاقات الهوية والباسبورات اتسترا، شتقول اللائحة هذه نقرأ كان تسمحوا ينبغي جمع المعطيات البيومترية وتخزينها
فين تقول اللائحة على وسيط حفظ مدمج ببطاقة الهوية اللي نحن نسميها الشريحة، ويجب الاحتفاظ بالمعطيات البيومترية لأجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ تسليم الوثيقة. يعني اللائحة الأوروبية اللي اليوم تستعمل فيها وزارة الداخلية في بعض فصولها بحجم ما تبقى من اللائحة اللي هي طويلة وعريضة، تستعمل بعض الفصول متاعها لتبرر الخيار في تكوين قاعدة بيانات. يا سيدي هنقرأ فيها اللائحة قدام، يجب الاحتفاظ بالمعطيات لأجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ تسليم الوثيقة. يعني وقت الدولة تعمل بطاقة التعريف البيومترية وتحط في الشريحة المعطيات البيومترية للشخص، عند تسليم الوثيقة متاع الهوية باسبور وإلا بطاقة تعريف نفس الشيء، يجب تقول اللائحة الأوروبية أن لا يتجاوز تلك أجل حفظ تلك المعطيات 90 يوما. هنا القاو قوانين كما قانون ألمانيا في الفصل 26 يقول لن يتم إنشاء قاعدة بيانات وطنية للخاصيات البيومترية. الفصل 41 من قانون البرتغال يقول بعد تخزين المعطيات البيومترية في الشريحة يتم إتلافها بمجرد تسليمها إلى صاحبها. مش تحبوا آخر يعني. ظهر لي واضح. واضح سي شوقي، شكرا على التقديم. مانيش نحكي سامحني سي شريف على بريطانيا اللي ألغت منظومة بطاقة التعريف البيومترية لأنها تعتقد أنه بطاقة التعريف هي وسيلة بوليسية في تتبع الأشخاص. ما زلنا ما خلطناش للمستوى هذا، ربي ينوب علينا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، لأنه مبادئ يمكن القانون الأنجلوساكسونية والبريتش كومون لو، لا إنجلترا إنجليزية، من إضافة للتبريرات المستعملة على أنها تحترم الوزارة الداخلية تحب تكون في توافق مع اللائحة الأوروبية، فما تبريرات أخرى، ولهنا باش توجه السؤال اليسر بحكم اختصاصها، أنه يقول لك هذه مثل هذه الحلول التكنولوجية والبيومترية عندما يتم يعني إنشائها واعتمادها في أرض الواقع هي تساهم بأنه الفئات الهشة أو ذوي الحاجيات الخصوصية تساهم في إدماجهم بطريقة ممكن مباشرة وأسهل في المجتمع، في سواء من جانب الحقوق أو حتى الواجبات. لكن في هذا الإطار نعرف كونه هذا تبقى فيها برشة كلام، والفعل ممكن أول التطبيق على أرض الواقع ما يكونش ديما في المستوى المأمول ولا في التبريرات والحجج يتقدم. يسر كنت ممكن تعطينا يعني بحكم اختصاصك والعمل اللي تقوم به في هذا المجال بالذات، كيفاش يعني الحلول التكنولوجية في حد ذاتها اللي تتقدم على أنها حلول اللي ممكن تبريج ذا جاب يعني ما بين الفئات الهشة أو اللي يكون نوعا ما في المجتمع يعني نجم تكون هي تارجتد، كيفاش هذه راهو المقوله هذه ماهيش صحيحه، ومن خلال امثله تعرفهم وخدمت عليهم مليح. عاشك شريف، هو اجابه عام على السؤال بتاعك، يمكن اجابه ياسر مختصره. التكنولوجيا كيما تنجم تكون صحيح تنجم تكون هي دافع والا وسيله نستخدموها باش ندفع اكثر بالتنميه في المجتمعات نتاعنا، لكن ما لازمناش ننساو اللي في عصرنا اليوم التكنولوجيا زادت نجم تكون تستخدم الوسيلة الأنجع، خلينا نقول الإقصاء بعض الأقليات والحرم مش أقليات في المجتمع، وإلا يمكن نوصل حتى إلى زجر والتعامل معناها بطريقة زجرية مع المواطنين. كيفاش هذا؟ فما برشا حكيت تتجاه معناها من المتخلين تام الصحة حول علاقة يمكن بالتحديد البطاقة البيومترية، وإلا يمكن منظور أشمل كل ما يسمى digital identities علاقتهم ببعض حقوق الإنسان. لكن مش نسيت ونفهموا أكثر كيفاش نجم تكون وسيلة إقصاء، ولكن حاولوا نفهموا السكوب أو إلى أي حد يتم استخدام هالبيانات هذية وإلا هالمنظومة هذية في علاقة بحقوقنا. مش نجم نفهموا هذا، نجم ناخدوا مثال يمكن الأكثر معروف اللي هو الأقدم نوعا ما اللي موجود اللي هو منظومة الهندية المسمية عدار، واللي هي منظومة نشم نقوله تعريف يعني عن طريق الطريقة الرقمية. منظومة هذه تترسيت عندها مدة طويلة، ويمكن عندهم مسافة أكثر منا باش يشوفوا
ما نجح وما فشل. في الحاجات اللي فشلوا في المنظومة هذه هو في علاقة بربطها نوعا ما بكل ما هو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، في علاقة بالحق للنفاذ، الحق للعيش الكريم، يعني النفاذ للحاجات الإعانات والمعونات العينية في علاقة بالأكل إلى غير ذلك، الإعانات الاجتماعية، العلاقة بالحق للتعليم والصحة. وهني فما وصلوا هما انهم اليوم نشوفوا قضايا مرفوعه امام الكونستيتوشنال كورت اللي هي المحكمه الدستوريه الهنديه في علاقه بالمواضيع هذه. يمكن زوز حالات معروفه، هو الاولانيه هي ما يعرف ستارفيشن كيس، واللي هي حاله انه التجويع الى حد الموت اللي صارت، انه شخص هي تقدمت بقابور يعني المجموعه من الاشخاص، لكن هي الحاله بالتحديد صارت انه شخص ما نجمش ياخذ الاعانات العينيه في علاقه بالاكل لسبب بسيط انه البطاقه نتاعو ما خدمتش. فما حاله اخرى معروفه اللي هي انه مراه تعرضت حبت تعمل اشهاد في مستشفى عمومي، لكن انها ما نجمتش تقدم الكارت هذا الكادر، ما نجمتش تعمل الاشهاد نتاعها، مما خلاها تلتجا الى طبيب غير مختص وانتهت بحاله ماساويه. دونك هل لي زيكزامبل هذا نوعا ما يخلينا نشوفوا الى اي حد حاجه كيما بطاقه التعريف البيومتريه والا بصفه عامه الهويه نتاعنا تنجم تاثر لنا في الامور الحياتيه، ونجم نقول اللي هو اصلا الحق للحياه نتاعنا نحن. هوني قال هل نوع من الاكسكلوجن ولا نوع من التمييز ضد الفئات من المجتمع في انا مرحله يصير؟ الجواب سهل، اللي يصير في جميع المراحل. انا شخصيا نحب نقسمهم لثلاثه مراحل. نجم نقولوا فما اقصاء يتم باي ديزاين، يعني في عمليه التخطيط او عمليه الرسم الاولى للاستراتيجيات المتعلقه بالبطاقات هذه والا الهويه بصفه عامه. في المرحله الثانيه نجم يكون في الامبلمنتيشن والا في وضع هذه الاسس، سواء في حواجز لوجستيه والا تقنيه. وفي المرحله الثالثه زاده في الاستخدام، في واللي هي الاخيره الاكيد هي الاستخدام للمنظومات هذه. كي نرجعوا للمرحله التخطيط، اليوم نشوف اللي تونس تعطي فينا في 101 كلاس كيف انك تعمل اكسكلوجن باي ديزاين في منظومه الهويه. علاش؟ على خاطر انت يوم كي تختار ما تشاركش والا تحاول تقصي فئات من المجتمع اللي هي تمثل في المجتمع المدني، وبنذكر المجتمع المدني معناها فيها الناس تخدم في مجالات مختلفه، ونشوفوا اللي موضوع كيف من هكا لازم يكون نعملوا معناها نحاولوا نشاركوا العبيد اللي تنجم تكون تخدم على حاجه كيما الصحه الانجابيه، كيما عبيد تنجم تكون تخدم على موضوع الاشخاص ذوي الاعاقه وغيره. يعني من منحات الكونسبشن والا من منحات البروسيس اللي نحطوه باش نحاولوا نفهموا العوائق باش تعرضنا وكيفاش نجموا نتاركوها، انه يكون فما تشارك. علاش؟ على خاطر نحن توا قاعدين نمشيو في منطق اللي توكي تشي الحاجه هذيك ولا توكي تصير تو وقتها نتصرفوا معاها. المفروض يكون عندك سياسات واضحه، سياسات واضحه كي تصير حالات كيفاش نجم تتعامل معاها، وسياسات واضحه بعد انك تعرف كيفاش تحاسب والا كيفاش اذا عبد تعرض الى مظلمه ولا انتهكت حقوقه بسبب هذه المنظومه كيفاش ينجم يلتجا انه ياخذ الحق نتاعو. هوني نحب نعطي ليكزامبل مثلا في حال انه المرحله الثانيه واللي هي مرحله امبلمنتيشن وقت اللي تعرضنا مشاكل تقنيه اللوجستيه. مثلا عطيت ليكزامبل اللي كان يوم نمشيو في بايومتريك اي تي كارت، معناها بطاقه بيومتريه، ومثلا اللي نوصلوا اللي نوليو نطالبوا مثلا ان الفيريفيكيشن تكون بالبصمه. اليوم لازمنا نعرفوا اللي في الحاله هذه لازمنا تكون عندنا كيف طرق والا سياسات واضح في حاله ان ممكن ان يكون الايدنتيفيكيشن تاعنا مثلا تكون بالبصمه. شنو كيفاش علاش ما تنجمش تقول عبيتكم تنجم؟ هذه طريقه سهله وطريقه مور كونفينينت اللي يحبوا يقولوها اسهل اللي يحبوا يسهلوا للمواطن. لكن لازمنا نعرفوا اللي فما الاشخاص في العاده اللي يكونوا متقدمين في السن تكون ساعات عندهم مشكله في البصمه، فما الاشخاص اللي يخدموا برشا بيديهم
كما في الفلاحه وغيره. ساعات صعيب انك تلقى الايدنتيفيكيشن صحيحه وقت اللي تحاول تعملها مع البصمات نتاعهم في اي وقت. الحاجه الاخرى اللي ثم فرق كبير ما بين التوقعات والحقيقه، معناها expectations vs reality. من المشاكل مثلا في أدار هذه المنظومة الهندية اللي تعرضوا لها، اللي ساعات اللي حاجة كيما انه الهاردوير يعني الأجهزة الموجودة لمطابقة الهويات واللي باش تسمح للشخص هذاك ياخذ إعانة ولا العينية والا باش يدخل للمستشفى، الأجهزة هذيك تكون فيها عطب والا تعمل في أغلاط، يعني فما ريت فما نسبة متاع أغلاط ديما موجودة في أي جهاز إلكتروني، هذي حاجة نعرفوها الكل، باش متأثر على حق الإنسان هذيك باش ياخو الحقوق الأساسية نوعا ما. دونك هون لازم نكون واعيين بالفكرة بالحواشي هذي باش تعرض العباد الكل، ونحاولوا كيفاش نلقاو alternatives، كيفاش نحاولوا كيفاش العبد هذيك كي تعرض المضمة كيفاش ينجم. هنا باش تكون عندنا مشكلة كبيرة في تونس على خاطر للأسف ما نعرفش، يمكن هذه نظرة متاعي أنا الشخصية اللي كنتصور برشا يشاركوني فيها، اللي اليوم كي تلقى حقك خلينا نقول معناها صار تجاوز عليك وإلا ما تنجمش تاخذ حاجة اللي أنت مفروض تاخذها يعني بطريقة بحاجة قانونية معناها وكل، عندنا مشكلة كبيرة في كيفاش تصير المحاسبة وإلا محاولة فهم ديما فهم ومحاولة إنه نعوض العبد هذيك على الخسارة اللي صارت له. هذه مشكلة ما نحن في حقوقنا ساعات يعني تظهر بديهية نوعا ما كالحرمة الجسدية وكل، وما ناخذوش فيهم حقنا. اليوم لازم نعرفوا اللي كيفاش نرسيو منظومة كيما المنظومة الهوية البيومتري، لازم تفهم كل الناس انها تطالب بتفاتي مثلا اخطاء معينه والا انها في حاله انها ما تنجمش تقدم البطاقه ذيك والا ما عندهاش مثلا في مشكله الديجيتال ولا الموبايل اي تي ما عندهاش يكون اكسنت ولا كيفاش تنجم تتجاوز المشكله هذيك. بيان سور بعد المرحله الثالثه والاخيره اللي هي مشكله الاستخدام، الاستخدام هوني نجم نرجعوا له اكثر بعد بديتاي اكثر، هو انه فما ريسك في عائل بالمعطيات الشخصية، إنه شكون ينشط المعطيات الشخصية متاعي هذيا، وهل يمكن إنه يستخدم المعطيات الشخصية هذيا ضد نوعا ما. وهوني فما فما كوميونيتي فما مجموعات تكون عارفة أكثر للإنتهاء الحالة هذيا. وقت نحن اليوم مرة أخرى نرجع للبروسيس باراميتري اللي نحن اليوم عندنا عبيد تقاط المعلومات الشخصية على الفيسبوك وعلى صفحات التواصل بصفة عامة، وما نجمتش تلقى تواصل في انها طالب حسب العبيد اللي خرجوا من هذي، فما بالك كي تكون كل شيء موجود عليك في بطاقة الا كل شيء انه يصير سواء unlawful interference معناها انه شخصين تدخل المعلومات هذيك والا حتى كناش منعرفوا بعض اكثر ممكن الموضوع حتى في موضوع سايبر سكيورتي في حاله يصير بريتش ولا في حاله يصير استخدام ولا التوصل للمعلومات هذيك غير قانونيه او غير سليمه. دونك هذا بصفه عامه كيفاش نحن مع الناس اللي يكونوا اكثر عرضه وكناش نكونوا مثلا برشا كلمات معناها في هشه نوعا ما نبغش نواس تبقى الوضعية هذيك، يلقاو رواح من اليوم اللي استخدام المنظومات هي يزيد يكبر الهفوة منيدهم بين هما والمجتمع الأخرى، يزيد يخليهم يبعدوا على ما نريد أنه الطريق الطارة متاع نتاع يقدم بين الناس الكل. فكرة أنه ما نمش خليه عبيت ورانا، شكرا اللي تخلينا من كل ما بعضنا ما نخليه أشخاص وإلى مجموعات تطريقها. شكرا يسر على التوضيح الشامل هذا، وهذا يخلينا نرجع لممكن مشكل أساسي في تونس وخاصة نزل في منطقتنا العربية كله هو مشكل. نعرفش كان رجعت الصورة فما هذا يمكن المداخلة الأخيرة متاعك يسر تأكد على حاجة مهمة جدا في علاقة بالأطر حماية أو أطر المعطيات الشخصية من ناحية القانونية
ومن الناحية الإجرائية ومن ناحية اللي حكيت عليه أنت مثلا هو الأكسس تو ريميدي اللي هو من مبادئ من الممارسات الفضلة في القوانين حماية المعطيات الشخصية، أنه الشخص أو المعني بمعالجة معطياته الشخصية عنده إمكانية النفاذ إلى ما يسمى الريميديز، يعني العلاج أو اللي ينجر عن سبب إما سوء استخدام أو هضم حق. قبل ما نمشي أكثر ممكن في الأسئلة وخاصة في سؤال للمشاركين على الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية في تونس وكيفاش لابد من تحيينه حتى نخمم في بعض مشاريع أخرى من على موبايل آي دي ولا بايومتريك آي دي إلى آخره. ما نعرفش كان في القاعة كان فما سؤال أو تفاعل، ممكن أمين عنده سؤال. ولا ممكن أمين سؤال في دقيقة اثنين خلي النجم و... تساؤلات هما جملة من التساؤلات. عندي أول حاجة أول أحبب شنقولها، هل الدولة التونسية هي صاحبة القرار وهي اللي قررت أن تعمل بطاقة تعريف بيومترية ولا خاطر الكونكلوجن متاعي أنا اللي بطاقة تعريف البيومترية هي مرحلة باش تجي بعد رفع الدعم باش تراقب الدخل الفردي متاع كل شخص وعنده الحق في الدعم ولا. هذه حاجة. ثاني حاجة التأجربة بتاع الكوفيد ورات اللي الدولة التونسية قواعد البيانات متاعها داخلة بعضها مهش منظمة، وكل هيكل عنده اي دي وحده في 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 بلاد اللي تأجمه رقم بطاقة التعريف بصفة بسيطة ياسر يولي هو الاي دي ويولي هو المفتاح متاع اي قاعدة بيانات عند الدولة التونسية لكل مواطن. علاش باش نسحقوا بطاقة تعريف بيومترية إذا تضمنوا القواعد البيانات متاع الدولة بالصفة هذه؟ سي شوقي قلت قبيلة اللي في المشروع القانون اللي أي شخص يحاول الولوج للمعلومات المخزنة في بطاقة تعريف البيومترية يتأجم يشد 5 سنين سجن واللي هذه تنحات. مع العلم أنه المواطن التونسي ما عندوش ما تنحاتش به. المواطن التونسي ما عندوش الحق للشخص المعني. للشخص المعني نحكي على الشخص المعني. لا، الشخص المعني عنده الحق باش يدخل، شو اللي عنده لوجي موتباس يدخل. أوكي. المواطن التونسي ما عندوش الحق يقرا محتوى، ما عندوش الحق يشوف اش فما في بطاقة التعريف العدلي البي 2 اللي هي حاجة مازالت ما تنحاتش لتو. المواطن التونسي إذا يحل الجواب نتاع إذا يشوف اش فما في البي 2 يجي مشات الحبس. شكرا. شكرا امين. نعرفش كان فما سؤال اخر وظهر لي نتصور سي شوقي هو اكثر يعني المشاركين معنا، ظهر لي ينجم يجاوب بطريقه واضحه ومباشره الامين قبل ما نحاولوا نختموا النقاش لانه الساعه في ساعه تعديت نظرا لأهمية الموضوع خاصة الكم الهائل من المعطيات. للأسف ديما وزارة الداخلية تخرج جملة في بيان في 4 أسطر وكما تشوفوا ساعة من زمان مكفتناش حتى نطرحوا الأسئلة الهامة حتى نطرحوها فمن بالك نجاوبوا عليها. فممكن السي شوقي تحاول تجاوبنا في بزوز 3 دقائق بصفة عامة، خلي ممكن حتى ننتقلوا لمسألة قانون حماية المعطيات الشخصية في تونس ومسألة تحيينه من عدمها إلى آخره. باش نجاوب أمين بطريقة سريعة، هو خلط ما بين هذه حكاية مسألة الدعم وشهرة. مسألة الدعم مطروحة حاليا حتى كانت طرحت عندها سنة ولا سنتين، لكن بطاقة تعريف بيومترية والباسبور بيومتري نتحدث عليها معنا توا فوق من 8 سنين، دونك ماهوش راهو ما لازمناش ننساو وقت نحكيو على بطاقة تعريف بيومترية نحكيو على وثيقة إدارية تثبت هوية الشخص فقط. بعد هذا نجم نتفق أنا وياك أنه الدولة ما عندهاش لتابلو دبور، ما عندهاش المنظومات المعلوماتية اللازمة باش تكون عندها فكرة حقيقية على كل الأشخاص وفي حتى شكل. لكن اللي ما بنيش قاعدين نتحدثوا عليه بما فيه الكفاية واللي هو تم تركيزه قانونا في تونس واللي هو إلى حد اليوم التصور اللي عملناه في إرساء معرف وحيد للمواطن هذا يراه ما هوش موجود حتى بقعة في العالم. عملنا تصور خاص بالإطار العام الخاص بالدولة التونسية والمجتمع التونسي. إذن نحن هو منظومة مش موجودة في زوز نصوص قانونية وترتيبية، هي منظومة تشتغل اليوم. ومثال
وقت اللي نقوم بتسجيل الأطفال في المدارس اتترا نقطع عندها مدة 3 سنوات، هذا يمر بمنظومة المعرف الوحيد للمواطن. إذن راهو يجب الفصل بين المعرفات القطاعية اللي هي باش تقعد ديما موجودة، ونحن أنشأنا معرف وحيد للمواطن هو غير معروف من طرف المواطن لأنه ما عنده في حتى فائدة باش يكون يعرف، والإدارات ما تعرفوش كيف هو موجود كمفتاح للسماح للهياكل العمومية بتبادل المعطيات بينها حول الأشخاص. نحن اليوم مع كل حال أنت جبت المسألة بتاع الدعم وكل شيء، نحن مازال عندنا بيان سيصدر قريبا إن شاء الله حول هذه المنظومة بتاع الدعم اللي نحن سمعنا بالحديث فيها من طرف وزيرة المالية في حوارها الصحفي متاع أول الشهر هذايا، واللي نحن مع حتى علم شنو التصور كيف سيتم إرسائها، واللي هي كلها أنا نجم أقول هي باش تكون أكبر معطيات ضخمة في الجمهورية التونسية حول وضعية التونسيين. بعد ما نعملوش خلط بين بعض المفاهيم، بطاقة تعريف هي بطاقة هوية، هي باش تقول أنا شوقي قداس مولود النهار الفلاني في البقعة الفلانية فقط. البي دو هي بطاقة استخبارية استعلامية حول الأشخاص. السي شوقي هي نعم معلومة صغيرة، رفع الدعم تكتب في رسالة النوايا اللي بعثها السيد إلياس الفخفاخ وزير المالية السابق اللي بعثها للبنك، اللي بعثها في رسالة النوايا اللي الدولة التونسية ناوية ترفع الدعم من 2013. ما تصلح هاني نقول لك أنا بطاقة تعريف بيومترية موجودة أو غير موجودة ما عندها حتى فائدة. راهو بطاقة تعريف بصفة عامة هي معرف قطاعي لا يشمل كل المواطنين، ما يتعطى كل اللي عمره 18 سنة وانت ماشي، وأكثرية التوانسة اللي عايشين في الخارج ما عندهمش بطاقة تعريف جملة. إذن هو البطاقة التعريف ورقم بطاقة التعريف الوطني هو معرف قطاعي محدد لإثبات الهوية فقط، دونك ما ندخلهوش في المسائل الأخرى. هذه حكاية الدعم باش تكون مربوطة بمسائل أخرى أنا يظهر لي عندها خصوصيات إن شاء الله نوصل نحكيو فيها. على كل حال أنا اللي قلت لك هذه ما قلت حتى حد، على كل حال نحن باش نخرجوا بيان إن شاء الله قريبا حول هذه المسألة. شكرا جاوبت على الأسئلة الكل. شكرا سي شوقي. أنا نحب فقط نختم باش نعطي كلمة الختام لكافة المتشاركين. أنا نحب نستغل فرصة وجود هيثم معانا، نعرف في منظمة البوصلة بخلاف بطاقة تعريف البيومترية تشتغل على عدد يعني أمور أخرى في السياسات العامة في تونس. خلينا نحطوا الإطار هذا في أكثر في إطاره العام أكثر، اللي هو أساسا قانون حماية المعطيات الشخصية ولا حماية المعطيات الشخصية والحق في الخصوصية كحق عام في تونس. حسب رأيك هيثم، حسب تقييم منظمة البوصلة، هل تشوف أن احنا في تونس بمثل هذه المشاريع المقترحة كما هي مع مؤخرا صدور المرسوم 54 مع بعض المنظومات الأخرى اللي ما يتمش أيضا استشارة حتى هيئة حماية المعطيات الشخصية فيها، إن كنا نذكر مع المنظومة كانت موجودة من مدة، هي منظومة ديديسيت متاع البريد التونسي، مع الشركات الخاصة اللي وزارات ممكن تعطيها ترخيص ولكن نسمه كونه ما يعني ما احترمتش قانون حماية المعطيات الشخصية. خلينا نحطه في الإطار العام، هل تشوف أنه الدولة التونسية عندها نية على الأقل ممكن الحكومة الحالية أو الرئيس الحالي عنده نية أنه يحين التشريعات الموجودة في إطار دعم حماية المعطيات الشخصية وخاصة في إطار تكريس سيادة المواطنين وسيادة الشعب على حقوقه المتمثلة على الأقل هنا في هويته؟ باهي، هو السؤال صعيب شوية خاطر السياق الحالي هو سياق يعني نتصور آخر الاهتمامات الموجودة اليوم هي الحماية بتاع المعطيات الشخصية، كما ماهوش قاعد يصير في حماية ولا في تشريع في خدمة الحقوق الفردية والجماعية. يعني أنت حكيت عن مرسوم 54، احنا كنا هبطنا رأينا فيه في ورقة تحليلية. التوجه الحالي الموجود هو توجه ماشي أكثر في تشديد العقوبات،
يعني التناسب بين الجريمة والعقاب قاعد يولي ما عادش عنده حتى معنى أمام العقوبات المشددة اللي قاعدين نشوفوا فيها مثلا في المرسوم 54، لكن أيضا ننتظروا فيها القانون اللي قاعد يتم تحذيره من وزارة الشباب والرياضة حول العنف داخل الملاعب، اللي من المفروض حتى هو بيدو باش يخرج عن قريب. نتصور أنه المقاربة الموجودة على الأقل في مستوى السلطة الحالية هي مقاربة تتوجه أكثر للانغلاق في المسائل المتعلقة بالمجال العام. هذايا السياق خلينا نفهم زادة، يمكن نرجع شوية لمسألة القانون تاع بطاقة التعريف البيومترية، لأنه انتهاز الفرصة المتعلقة بفترة الاستثناء مثلا أو الفترة الانتقالية في تمرير قوانين، يعني نفكر أنا مدير عام في وزارة الداخلية يقول أنه ما نجموش النص وإحنا على أشياء تقنية في داخل القانون، وهذايا اللي تاخذ وزارة الداخلية مثلا كتعلة في تمرير بعض الأشياء اللي تبقى مبهمة مثلا في داخل النصوص القانونية ليمكن تأويلها فيما بعد لربما خدمة طرق معينة في تسيير الأمور في المجال العام أو الحد من الحريات. وبالتالي نتصور أنه الفكرة الموجودة هذه مثلا في بطاقة التعريف البيومترية تحولت من 2015، وهي ما هيش نتصور كما قال المتدخل ما هيش بالضرورة في إطار النقاشات مع الصندوق إلى آخره، لكن هي في ضمن إصلاح قطاع الأمن اللي هو بالطبيعة موجود مع مجموعة من الشركاء الدوليين اللي يتابعوا فيه إلى آخره، لكن في الآخر تحولت إلى مقايضة أني نعطيك بطاقة تعريف بيومترية لتسهيل الحياة اليومية في العمليات الإدارية، ما نعطيك الحق هذايا إلا ما ناخذ منك حق ثاني هو أن يكون عندي قاعدة بيانات بيومترية ربما ستمثل أو على الأكيد ستمثل خطر على المعطيات الشخصية. فتحولنا كل قانون باش يصدر يتحول إلى آلية من آليات المقايضة، أنه ما نعطيكش الحق متاعك أو ما نعطيكش الطريقة السهلة أو القانون اللي نجم يسهل لك حياتك اليومية إلا ما نفتك منك جزء آخر من الحقوق. كيف الـ 54 نفس الشيء، أنا باش نحمي الناس من الثلب والسب والأخبار الزائفة التي يمكن أن تؤثر على الرأي العام إلى آخره، لكن في نفس الوقت نعمل عقوبات غير معقولة، وهذايا ما زلنا باش نشوفوه كيف قلت لك في القانون في المرسوم اللي باش ينزل على العنف في الملاعب، وقد يكون موجود في عديد القوانين الأخرى في المستقبل. فهي فلسفة كاملة متاع المرحلة هذه اللي هي مرحلة ما تعطيش المجال للخبراء، ما تعطيش المجال للهيئات، للباحثين وللمجتمع المدني للتعبير على رأيه، أنجت وستنتج كذلك في المستقبل مجموعة من المراسيم والقوانين اللي ربما ستكون خطيرة على الحقوق والحريات في تونس. شكرا هيثم. أنا نحب نمر مباشرة اليسر. ظهر لي هيثم قدم لنا كل ما يلزمناش نقوم به في الحفاظ على الحقوق والحريات، ولهنا نحكي على الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية. من جانب معرفتك خاصة التقنية يسر، وأيضا كباحثة في مجال الحقوق الرقمية، كيفاش تشوف يلزم تكون منظومة مثلا بطاقة التعريف البيومترية أو المنظومات التعريف الرقمية، شنية حسب رأيك الممارسات الفضلة وعلى أرض الواقع في تونس وحتى في منطقتنا العربية؟ كانت ناش تعطينا بصفة يعني ملخصة وأهم نقاط ورؤوس الأقلام باش خلي تكون المنظومات هذية فعلا تحترم الحقوق والحريات الأساسية، وخاصة حقوق الحريات الفئات الهشة. نتصور يمكن الريد فلاك لولاني ولا الحاجه اللولانيه اللي اي انسان يمكن عنده شويه معرفه تقنيه نجم يشوفها في فكره هالمنظومه هذه في تونس، هي فكره انه تكون عندنا سنترلايزد داتا بيس، انه فكره انه تكون تخزين هالبيانات هذه يكون بطريقه مركزيه. وهذه حتى كان نحيو معناها نبعد شوية على النظرة الحقوقية للموضوع نشوفوه من منظور تقني، هو فكرة إنه تكون عندك معناها one single point of failure، معناها نقطة وحيدة للفشل، يكفي إنه يتم اختراق المنظومة هذيك
انه تلقى البيانات والا المعلومات اللي خاصنا بتاع المواطنين يكونوا عرضه يعني للانتهاك. وهوني لازم ناكد مره اخرى اللي مثلا في بالنسبه للمعطيات البيومتريه ماهيش باسورد نجم تبدلها، هي حاجه اللي ما تنجمش تتبدل من معناها من اليوم الغدوة، سواء بالنسبة للبصمات ولا بالنسبة في بعض الأنظمة يستعملوا حتى الآيرس معناها من خلال العين وإلى الفيشل ريكوجنيشن وغيره، ماهيش حاجتنا شو بتبدل. يعني الخطر وإلى الريسك الموجود وقت اللي تتعرض للانتهاك يكون معناها خطر مهم. وما لازمناش ننسيو بسيطة اللي فما فرق ما بين الانفراستراكشر والتكنيكال كاباسيتي والطموحات نتاعنا ساعات، وهذا ما يخصش بركة الدولة لكن يخص المواطنين، نرجعوا له بعد شوية. لكن بالنسبة مثلا للدولة، نحن اكزامبل ياسر يحبوه العباد، ياسر يحبوه يكون شوية زادة حتى العباد في معناها اللي يخدموا أكثر في الوزارات وكل، هو الاكزامبل الإستوني يعجبهم برشا وديما يحكي لك شوفوا إستونيا ايش عملت في الموضوع هذا. لازمنا نعرفوا سيدة القدرات اللي عند استونيا في الموضوع هذا، ولكن نعرفوا سيدة اللي حتى استونيا في 2017 تعرضت للمنظومة بتاعها، تعرضت للانتهاك. لكن اللي يفرق هو طريقة التعامل مع معناها الأمن، بالنسبة للأمن الرقمي طريقة التعامل معهم وقت اللي صار إمكانية إنه يصير إنه صار معناها بريتش للمعلومات المخزنة عندهم. هما وزير الأول نتاعهم خرج حكاية في الموضوع، صار طول معناها محاولة معناها محاولات تقنية وإلا طرق تقنية باش يتجاوزوا الموضوع ولا يحطوا من الضرر اللي كان ينجم يصير. وهوني تتدخل بيان سور قدرات نتاع الدولة، لكن سيدة السايز يعني معناها هي دولة أصغر صغيرة مقارنة بدول أخرى. وكيف تدخل مع حاجة مهمة ياسر اللي هي سيدة وعي المواطن بالمخاطر هذه وإلى وعي المواطن بطريقة الاستعمال بالنسبة للمنظومات هذه. وهوني ماهوش ما نقولوش وعي المواطن، نقولوا لك هو المواطن هو اللي لازم يعرف، لكن ست الدولة عندها دور في توعية المواطن وتثقيفه ومعناها ورفع من معلوماته فيما يتعلق بولوش، ما نعرفش حاجة سهلة ياسر بولوش ونجم نقول السيت نتاع وزارة يحط فيه معلوماته والا باستعماله الحاجات اللي نجم تكون في المستقبل. فهوني نشوفوا اللي عندما يتعلق الامر بالمعطيات الشخصيه وكل صحيح نجمو نحكيوا على القوانين، نجمو نحكيوا على الجانب التقني، لكن في تقاسه الامبلمنتيشن لازمنا نعرفوا انه ما فماش ريسك زيرو، معناها ما فماش انه ما فما حتى خطر خطير. للاسف هذا سمعناه قبل، سمعناه فيما نحكيوا على امكاني علاش شنو الطرق اللي تستعملوا فيها لحمايه المعطيات الكل، يقول لك لازمكم توثقوا بالانظمه الدوله ونحن عنا الكفاءات وعنا القدرات الكافية. ما نجمش تقول لي راهو الخطر صفر، معناها ما تقوليش أوثق فقط بالدولة من غير ما توريني أسباب. وهوني تدخل بياسوغ الشفافية وتدخل أنه لازم يكون فما أكثر حديث والأكثر معناها تفسير للطرق اللي باش يتم فيها حمايه المعلومات نتاعنا، خاطر ما بين الحاجات اللي تبرر لنا ولا الحاجات اللي تخلي بصفه عامه في العالم تخلي معناها مواطن يثق اكثر في تكنولوجيا مستعمله، انه مثلا تكون تكنولوجيا هذيك معروفه، يكون انه فما دوكيومنتيشن عليها بالجديد، يعرف شنو هو الريسك، يعرف نسبه الريسك الموجوده اكسيتيرا. دونك انه أنا شوفت توا في تونس قاعدين نعمل فيه هو إنه إذا تجاهلنا الأمر سيختفي، هو اللي مش صحيح، يعني مش كنت تجاهله أنت الموضوع هذا باش يختفي ولا مش باش يعرف العباد تحية العباد للخطر. حاجة أخيرة يمكن في الموضوع هذا هي موضوع لو ممكن يوصل الخطر باش نختمه، لو ممكن في أقل من دقيقة وبعد نعطيه الكلمة كيف كيف الفيسة على السي شوقي باش نختمه، الخطر تجاوزنا الوقت بشوية. دونك حاجه الاخرانيه اللي حبيت نقولها هي في علاقه بالمره اخرى نكرر، راهو مش كي تصير معناها الخطر ولا كي يصير تجاوز وقتها نوليو نخمو في كيفاش باش نتعاملوا معاه. لازم تكون فما سياسات واضحه للدوله، لازم فما ميكانيزم، يكون لازم السياسات هذه يكونوا معناها
متشافين ويتقالوا للعباد هذا شنو نجموا نعملوا ولا هذا البروتوكول اللي نتبعوه في الحالات هذه. للاسف صاروا تي اكزامبل يمكن ماهوش في مش في موضوع الهواء البيومتري اللي صاروا تي اكزامبل اللي شفنا وقت اللي حاولت عده وزارات انها تستخدم الانترنت والديجيتال انها توصل خدمات نتاعنا. شفنا مواطنين عاديين يكتشفوا ثغرات معناها هو اللي يصير من قطبك اللي يتنحى السير ولا تنحى الباج هذيك وما نحكيوش عليها وفي كها. دونك لازم نوضحوا اليوم كان نحبوا العباد تثق في المنظومات اللي نحبوهم يتبنوا عليهم البلاد. الحكومات تمشي وتجي، رؤساء يمشي ويجي، وناس تمشي وتجي، لكن في الاهم في الاخير هو المجموعه الوطنيه نتاعنا، المهم هو المواطن نتاعنا انه يكون عنده ثقه في لي سيرفيس والخدمات اللي قاعده تتوفر. شكرا يسر، شكرا هيثم. فقط اخر سؤال ممكن سي شوقي تجاوب في 30 ثانيه، سؤال اخير يحكيوا عليه حكيتوا عليه الكل وخاصة هيثم ويسر توا واللي ذكرته أنت من الأول. فما إطار عام في تونس اللي هو قانون حماية المعطيات الشخصية والمصادقة على الاتفاقية 108 مجلس أوروبا. فماشي بشارة خير إن شاء الله على الـ يعني على الاتفاقية هذية، وكيفاش تشوف مستقبلا يعني الإطار العام لحماية المعطيات الشخصية في تونس في 30 ثانية، يعني باش تقول لي يا إما نظرة باش تكون إيجابية أو أقل إيجابية. لا ممكن خلي نختمه لأنه تجاوزنا الوقت وشكرا. والله هو السؤال صعيب باش نجاوب فيه في كلمة واحدة، يعني أنا نقول أنه حاولنا من سنة 2015 أنه الدولة التونسية اللي هي السباقة واللي هي كانت أول دولة في العالم العربي وفي إفريقيا يكون عندها نص في حماية المعطيات الشخصية. اليوم نشوف الإطار العام، موريتانيا والجزائر في هذه الصائفة ركزوا أو الحمد لله الهيئة نتاع الحماية نتاعهم، مصر إن شاء الله عن قريب يسكن نص يستنى في الأمر الترتيبي باش يكون يمكن تطبيقه. في الأردن هنالك نص في البرلمان. أنا يظهر لي هو هذا كله تمشي عادي، وإن شاء الله نوصلوا نطوروا النص اللي عنا اللي هو قديم واللي هو تم ما ننساوهش وضعه من طرف نظام بوليسي، لكن اليوم نحن في وضعية أخرى وعنا إلزامية في مطابقة المعاهدة 108. التركيز نص جديد كان هذا مستحيل وشفناه من سنة 2018 لعدم وجود ثقافة حماية المعطيات الشخصية حقيقة متأصلة في أخذ القرار في الدولة التونسية، لكن جو بونس اللي فما إمكانية أخرى نحن متوجهين لها. يظهر لي هذا الشيء اللي حبيت نقوله سي شريف، هو أنه إن شاء الله نقوم بتحديث أو بتحيين هذا النص القديم لكن اللي فيه كل القواعد اللي لازمة اللي هو قانون 2004 قريبا، وتكون وقتها عنا مطابقة مع المعايير الدولية في حماية المعطيات الشخصية. شكرا سي شوقي، شكرا على النقطة الإيجابية هذه. إن شاء الله نختم الجلسة متاعنا. يعطيكم الصحة سي شوقي، هيثم، يسر، شكرا للحضور. نشكر جماعة زملائنا من سماكس على الصبر متاعهم، ونلتقي إن شاء الله في فرصة قادمة إن شاء الله في رايتس كون. شكرا، مع السلامة.